الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي ربما يكون اللقاء الأخير في هذا الشهر المبارك، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا فيه بالحسنى، وأن يتقبلنا وإياكم، وأن يجعلنا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق التي ربما تكون هي لحظات الوداع لهذا الشهر الكريم، أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يجعلنا فيه من الفائزين في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذا اللقاء إمام من أئمة الهدى وعلم من الأعلام، الذي أصبح نسيجاً لوحده، وكانت أحداث مثيرة في حياته وفي الأحوال والأطوار التي تقلب فيها. يتجلى لطف الله تبارك وتعالى بهذا الشيخ الذي مرت به مراحل عصيبة، عصفت بحياته عصفاً، ولكن الله تبارك وتعالى كما يقال إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فهيأ له أسباب العلم وأسباب الهداية وأسباب طلب الحديث في زمن وفي بيئة قل فيها بل ندر من يسلك هذا المسلك. نشأ في بيئة متعصبة متمذهبة بعيدة إلى حد ما عن منهج أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، لذلك قام هذا الشيخ المجدد كما وصفه بذلك إمام هذا الزمان وشيخ الإسلام والمسلمين في هذا الزمان الشيخ بن باز، قال عنه بأنه هو مجدد الحديث والسنة في هذا الزمان. لعلكم عرفتموه، هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وأدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا الإمام الكبير العلم الفرد الذي كان أعجوبة في زمانه، في زماننا أمر عجيب، أمر خارج عن نظائره أن يوجد أمثال هذا الرجل العصامي الذي شق طريقه كمن يحفر في الصخر. وإذا أردت أن تلخص حياة الألباني فلخصها بكلمتين أو ثلاث: الصبر والجلد. له صبر منقطع النظير، وجلد على تحمل الصعاب ومعاناة الطلب لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومواصلة الليل بالنهار شيء عظيم. لذلك هذا ملخص لحياة الألباني: صبر وجلد. وهذه سمة معروفة عند علماء الحديث، تجدهم من أصبر عباد الله تبارك وتعالى. قضية ليس مسألة فقهية، يقرأ ما كتبه العلماء في صفحة واحدة مثل يأخذ زبدة وينتهي، لا، علم الحديث متشعب، وعلم لا يصبر عليه إلا الفحول، ربما يمكث أشهر طويلة ليحقق القول في حديث واحد، وربما يقرأ المجلدات الكثيرة فقط ليصحح إسناد أو ليسد الخلل أو ليبحث عن راو. وهذا وقع للشيخ رحمه الله كما وقع للمحدثين من قبله، وذكرنا بعضهم عليهم رحمة الله كيف كانوا يسيرون ويسافرون آلاف الكيلومترات فقط طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديث هم أهل النبي وخاصته، وإن لم يصحبوه فأنفاسه صحبوا.
حتى قال عن الإمام أحمد حتى قيل للإمام أحمد من هم الفرقة المنصورة والطائفة الناجية؟ قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فهم الذين حفظوا هذه السنة وهذه الكنوز، ولذلك أصحاب الحديث في القديم والحديث لهم منة على كل مسلم، على كل مسلم طالتهم هذه المنة بعد منن الله تبارك وتعالى. إذ لولا أن قيض الله أصحاب الحديث كيف سنعبد الله عز وجل؟ كيف؟ لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا الإسناد وعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل لخطبت الزنادقة على المنابر، ولقال من شاء ما شاء، ولقال من شاء من ما شاء، كل واحد يقول سوالي فعلوا. أين السند؟ يغربلها أصحاب الحديث فيميزون بين الصحيح والضعيف، فعليهم رحمة الله ونضر الله وجوههم وأعلى من قدرهم وسلكنا الله في سلكهم. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله سئل عن مولده، متى ولدت؟ فقال على وجه التقريب، يقول لأنه لم يكن الناس في زمانه، وهذا معروف، يعني يهتمون في ضبط التواريخ في مواليدهم، كان الأمر تقديري حتى في ربما بعض آبائنا فضلا عن أجدادنا. تسأل والدك مثلا يقول لك والله يعني حط تاريخ تقريبي، هذا أمر غير منضبط في بداية في تلك الأزمنة. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول بناء على الهوية المسجلة عندي، مسجل فيها أنني ولدت في عام 1914، يعني 1914 ميلادي، هذا كان مولده. ولد في أشقودرة، ما أدري إذا كنت أنطقها صح، اللي هي عاصمة ألبانيا، ولد في بلدة أشقودرة في ألبانيا. ولا يذكر الشيخ يعني ذكريات كثيرة في نشأته، إذ كان صغيرا، وكان أبوه نوح والد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان يعني عالما بارزا في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، بل يكاد أن يكون والده هو المرجع للأرنؤوطيين. والأرنؤوط هم شعب كما تقول العرب، قبائل وبلاد أصبحت الآن، ولكن جميع العرب يشتركون في هذا المسمى أو في هذا الوصف أنهم عرب. كذلك الأرنؤوط شعب، ومنهم ألبانيا وصربيا وكوسوفا، كل هذه بلاد وأقليات تنضوي تحت هذه المظلة الأرنؤوط. ولذلك الشيخ رحمه الله عندما انتقل إلى دمشق كما سنذكر الآن كان يوصف بأنه الأرنؤوطي. والشيخ المعروف طبعا أيضا من المحدثين شعيب الأرنؤوط، يعني يعد من هذه البلاد. المهم هذا كان مولده 1914 للميلاد في مدينة أشقودرة في ألبانيا. كان يعني والده متدينا كما قلت لكم، عالما في المذهب، وقد أخذ العلم من إسطنبول عاصمة تركيا، تعلم هناك، ومعروف أن علماء تلك البلاد أحناف إلى يومنا هذا، يعني مذهب الحنفي سائدا عندهم. فعندما تغيرت الأحوال في ألبانيا وتولى الحكمة أحمد زوغو، الذي قال عنه الشيخ أزاغ الله قلبه عندما ذكر اسمه، وذلك لأن هذا الرجل أحمد زوغو تولى الحكم في ألبانيا وأراد أن يسير بها مسيرة كمال أتاتورك. كمال أتاتورك الذي يسمونه بصاحب النقل الحديثة، هو لا شك أنه جنى على تركيا، أنه قام بتنحية شرع الله عز وجل في هذه الخلافة وأتى بالقوانين الوضعية، وهذا أمر معروف. فأراد هذا أحمد زوغو في ألبانيا أن يسير على سيرة كمال أتاتورك في تركيا، فبدأت بعض الإرهاصات والمقدمات التي لم ترق لوالد الشيخ، وكان متدين كما قلنا، رأى بعض الأمور بدأت تتغير في ألبانيا. مثال، بدأوا يضايقون المحجبات،
فرض على الرجال أن يلبسوا القبعة. طبعا كل هذه مظاهر تعتبر قد نراها الآن لا شيء وأمور عادية، صحيح لأصبحت يعني منتشرة، لكن في زمانهم هذا أمر كان صعبا، يعد طمس للهوية، فإلى غيرها من الأمور التي بدأت يعني تعتبر كما قلت إرهاصات ومقدمات لعهد جديد من الليبرالية أو العلمانية التي تنحي شرع الله عز وجل. فما كان من والد الشيخ أنه أخذ أسرته بما فيهم الشيخ ناصر الدين الألباني، وقرر أن يهاجر بأسرته إلى دمشق. سبب اختياره دمشق للأحاديث التي قرأها والد الشيخ التي جاءت في فضائل الشام. والشيخ رحمه الله فيما بعد طبعا عندما يعني بزغ نجمه و يعني أبحر في هذا العلم علم الحديث، كان من جملة الكتب والرسالة التي حققها رسالة في فضائل بلاد الشام موجودة مطبوعة. هناك أحاديث ضعيفة بل موضوعة، وهناك أحاديث حسنة ومقبولة وصحيحة، ولا شك أن بلاد الشام بلاد مباركة بنص القرآن الكريم الذي باركنا حوله. فانتقل والد الشيخ واختار بلاد الشام نظرا لفضلها، حتى يعني يكون بعيدا عن هذه التغيرات التي كانت تخالف شرع الله عز وجل. انتقل بأسرته إلى دمشق واستقر في دمشق. يقول الشيخ يعني فيما أذكره أننا عندما استقر بنا المقام بدمشق كنت قد بلغت 80 سنة. طبعا حضر الشيخ إلى دمشق ولم يكن يعرف اللغة العربية تماما، هو أعجمي، ولكنه سبحان الله سرعان ما تعلمها بل أصبح من المقدمين فيها. ومن سمع كلام الشيخ في أشرطته يعرف هذا جيدا، قل ما يلحن الشيخ في كلامه، قل ما يخطئ. ومن قرأ أيضا كتبه العظيمة التي صنفها في الحديث والفقه والعقيدة وغيرها يجد فعلا أن صاحب قلم قد ذللت له هذه اللغة بفضل الله عز وجل. فأدخله والده المدرسة الابتدائية، كانت مدرسة خيرية في دمشق بجوار منزلهم. دخل الشيخ مع طبعا السوريين هناك والدمشقيين، ولا شك أن دمشق وبلاد الشام إلى يومنا هذا معروفون باللغة العربية، حتى أن غالبا أظن حتى الطب، أنا أعرف صديق درس هناك وأتم الطب كاملا، تخرج دكتور ولكن في اللغة العربية، ما يعرف عربي، ما يعرف، لا يعرف اللغة الإنجليزية، فمما اضطر به إلى أن يذهب ويدرس اللغة بعدما تخرج في الطب. وهذا حقيقة مما يحسب لهم، يعني أنا كاهتمام باللغة العربية مما يحسب لهم لا شك. فدخل الشيخ مع وجميع من في الفصل من أهل البلد من الدمشقيين، لكن الشيخ كان يكبرهم قليلا لأنه دخل المدرسة متأخرا، فحبب إليه اللغة العربية وبرز فيها سريعا. طبعا تعلم اللهجة السورية بحكم المخالطة مع الأطفال تعلم، وأيضا اللغة العربية في المدرسة، إلى درجة أن أستاذ النحو والصرف كان يأتي ويكتب بيت الشعر على السبورة ثم يطلب من الأولاد أن يعربوا هذا البيت، لأن ثمرة معرفة النحو واللغة العربية أن يستقيم اللسان، والإعراب هو ضبط أواخر الكلم كما يعرفه الأجرومي وغيره ابن أجروم، هذه الثمرة. فالذي لا يستطيع أن يعرب ولا أن يضبط الكلام هو لم ينتفع بما درسه من النحو واللغة. فكان الطلاب في الفصل وغالبهم إن لم يكن جميعهم دمشقيون عرب يعني يعجزون أن يعربوا هذا البيت. يقول الشيخ فكان الأستاذ يجعلني آخر المسؤولين، يعني من يسأل فيقول ماذا تقول يا أرنأوطي، يقول فأتيه بالجواب من أول كلمة،
ثم يبدأ الأستاذ بعدها يعير الطلبة، يقول أنتم الآن عرب وهذا أرناؤوطي يتفوق عليكم ويستطيع أن يضبط لغتكم أكثر منكم، لا شك أن هذا أمر يعني يعد معيبا. وهذا موجود، هذا موجود يعني من الأمور العجيبة الغريبة، أن تجد أعاجم يدرسون أبناء العرب اللغة العربية. أنا درست في يعني فترة من فترات اللغة العربية، النحو والصرف، النحو على شيخ باكستاني، شيخ باكستاني لو تكلم معك ما تفهم ماذا ما يقول، يعني كلامه غير واضح، مخارج حروف غير واضحة، لكنه فطحل في اللغة العربية، فطحل في اللغة العربية. فنحن أصبحنا أعاجم بالنسبة للغة العربية وإن كنا عربا. المهم برز الشيخ رحمه الله واستطاع أن ينهي الابتدائية بفترة يعني تعد قياسية، ثم بعد ذلك لم يكمل الشيخ تعليمه، يعني فقط اكتفى بالابتدائية. طبعا أنا في ظن ابتدائية الآن يمكن تعادل الثانوية عندنا يعني من حيث التأصيل والتقعيد في الحساب والجبر واللغة العربية الآن ما في، الآن يمكن يتخرج من الثانوية بل من الجامعة ما لا يحسن جدول الضرب، كل الآلة الحاسبة والكمبيوتر وانتهينا وعطلت هذه العقول، أصبحت عقول جديدة. لكنهم لا، هم في الكتاتيب كان الأمر أضبط وأنفع. المهم بعدما تخرج من الابتدائية، أنا هو الابتدائية، رفض والده أن يكمل التعليم. لماذا؟ كانت لوالده رحمه الله نظرة في مستوى التعليم آنذاك أنه يعني ليس بنافع، ليس له يعني كبير نفع الدراسة الأكاديمية بهذه الصورة. فلذلك طلب منه أو آثر والده أن يبتعد عن التعليم وأن يتفرغ ليتعلم صنعة. طبعا الشيخ رحمه الله كانت له جلسات مع والده، قلنا والده يعد من علماء الأحناف بل يعد المرجع للأرناؤوطيين في مذهب أبي حنيفة، لذلك كانت له جلسات خاصة مع والده وقرأ عليه كثيرا، وهذا حقيقة يرد الشبهة التي يثيرها أعداء الشيخ أن الشيخ ما له مشايخ، ليس له مشايخ يقولون من الشبه والترهات، وهذا غير صحيح، بل أخذ العلم عن والده، علم كما قلت لكم بالدرجة الأولى الفقه، وقرأ عليه جل فقه أبي حنيفة، وكذلك أخذ عنه علم النحو فيما بعد والصرف، وقرأ عليه القرآن كاملا مجودا، وكذلك له شيخ أظنه اسمه سعيد البرهاني، وكان إماما لمسجد التوبة، ومسجد التوبة قريب من بيت الشيخ، فكان وأيضا كان من يعني علماء المذهب الحنفي، كان أيضا الشيخ تردد عليه وقرأ أيضا عليه القرآن كاملا مجودا، فكان هؤلاء مشايخه، بالإضافة إلى أنه فيما بعد كان يتردد على المسجد أو الجامع الأموي بدمشق، وكانت تعقد فيه المحاضرات والدروس، فكان أيضا يحضرها الشيخ رحمة الله. فبعدما قلت أنهى الابتدائية ورفض والده أن يكمل الدراسة، وكان الشيخ مطيعا لوالده في هذه الأمور لا يناقشه، فعرض عليه أن يتعلم صنعة، فكان الأمر المتاح أن تعلم النجارة على يد خاله إسماعيل، تعلم النجارة على يديه، ومكث معه سنتين كالمساعد له، مساعد النجار، ثم أيضا انتقل وتعلم يعني أكمل هذه الصنعة والحرفة، أكمل تعليمها مع نجار آخر دمشقي يقال له بأبي محمد، يكنى بأبي محمد، أيضا استمر معه الشيخ وعمل معه لسنتين آخرتين أو أخرين. كانت طبيعة العمل كما يذكر الشيخ، يقول كنا نقوم بترميم بيوت الدمشقيين، لأن كثير من البيوت آنذاك يقول كانت من الخشب والطين، فكانت يعني من طول المكث والزمن تهترئ، فكنا نرممها، فكان هذا عمله، إلى أن جاء يوم من الأيام وكان الفصل فصل الشتاء ونزلت الأمطار، فرجع الشيخ
من عمله مبكرا، بل لم يعمل ذلك اليوم، وذلك لأنهم يعني أهل هذه الصنعة النجارين لا يعملون في هذه المواسم، مواسم الأمطار ونزول، لا يكون أمر مريحا لهم، مثل الآن البنائين مثلا إذا نزل المطر وقف البناء لا يساعده الوضع. فرجع يقول: في طريق عودتي أتيت على دكان والدي، وكان والده ساعاتيا يصلح الساعات، فقال لي: ما في عمل؟ قلت له: ما في عمل، العمل متوقف. فقال لي: ما رأيك أن تعمل معي في تصليح الساعات؟ فقال الشيخ وكان موافقا لما يريده والده: قال: كما تريد. فقال: اصعد. وكان دكان والده مرتفع عن الأرض حتى يكون بعيدا عن الرطوبة وعن المياه. فدخل الشيخ مع والده وبدأ يتعلم هذه الصنعة التي أيضا استفاد منها في علم الحديث، لأن هذه الصنعة، صنعة الساعات، صنعة دقيقة وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى معاناة، لأن تتعامل مع أجزاء صغيرة تحتاج إلى دقة. فكل هذه سبحان الله مهارات يعني اكتسبها الشيخ من هذه المهنة التي أصبحت بعد ذلك مهنة له، وبرع فيها وذاع صيته في بلاد دمشق لإخلاصه وأمانته، نحسبه كذلك والله حسيبه. أقول انعكست عليه أيضا في علم الحديث، فأصبح دقيقا، وعلم الحديث وعلم الرجال لابد الذي يسلك فيه لابد أن يكون كذلك دقيقا صابرا. فتعلم الشيخ هذه المهنة. يقول عن نفسه: في بداية الأمر كنت أحب، بل كنت مولع بقراءة الروايات والقصص الأمريكية، طبعا المترجمة، يقول كنت مولع فيها بقراءتها. ثم بعد ذلك انتقل هذا النهم إلى قراءة الروايات والقصص العربية، أعرف الروايات الموجودة التباع على الأرصفة. يقول وكنت فقيرا لا أستطيع أن أشتريها، وكذلك كان الحال لكثير من الناس أمثالي. فماذا كنت أصنع؟ أقوم وأستأجر هذه الكتب، أستأجر هذه الرواية أقرأها ثم أدفع بثمن بسيط. يقول سرت على هذا الأمر يعني فترة من الزمن، حتى جاء يوم، وكان من عادة والدي أنه يعمل من الصباح، أخرج معه من البيت إلى دكانه لتصليح الساعات بعد الفجر إلى يعني قبيل الظهر، يذهب والدي، نذهب لنصلي معا، ثم أرجع أنا إلى الدكان أقف مكانه، ويرجع الوالد إلى البيت لتناول الغداء ثم ليرتاح قليلا نظرا لكبر سني. يقول فأمكث أنا، فيأتيني الوالد بعد العصر، فممكن أن أستأذنه للحظات يسيرة، أذهب للفسحة للترويح. طبعا هو الآن يعني قد ناهز من العمر 14 15 16 سنة بهذه الحدود. يقول في يوم من الأيام جاء والدي العصر فاستأذنته وخرجت، وذهبت وصليت في الجامع الأموي، واستأذنته لأستمع لبعض المحاضرات التي تلقى هناك. بعد خروجي من الجامع الأموي خرجت وإذا برجل مصري أعرفه، هذا يأتي بالكتب من مصر وغيرها ويبسط بها مقابل قريب من المسجد. فجعلت أتفتش هذه الكتب، أفتش في الروايات على عادتي. سقطت في يدي مجلة المنار التي كان يشرف عليها الشيخ محمد رشيد رضا ومن علماء مصر. يقول فتصفحتها وإذا بي تقع عيناي على رد للشيخ على كتاب إحياء علوم الشيخ محمد رشيد رضا على كتاب إحياء علوم الدين الغزالي، وما فيه من الشطحات، طبعا فيه خير لا شك لكن فيه شطحات، حتى أن بعض أهل العلم يقول هو ليس بإحياء علوم الدين، هو إماتة علوم الدين لما فيه من الشطحات المبالغ فيها. المهم يقول فأشار الشيخ محمد رشيد رضا إلى أن هناك تحقيق للعراقي على كتاب الإحياء. يقول فوقع في قلبي، وهو إلى الآن لا يعرف شيئا عن علم الحديث، لا يعرف شيئا،
يمكن تعريف حديث الصحيح لا يعرفه. يقول لكن هكذا وقع في قلبي أنه في كتاب يحقق هذا الكتاب ويتكلم عن الصحيح والضعيف، يقول أردت أن أقف على هذا الكتاب. سألت البائع قال ما عندي، ذهبت في مكتبات دمشق وأنا أطوف نهم بشوق لتحصيل هذا الكتاب. يقول إلى أن حصلت هذا الكتاب، وإذا هو في 4 مجلدات كبيرة وثمنه ضخم، ولا أملك هذا الثمن، فما كان مني. انظر إلى الجلد والهمة لدى هذا الرجل عليه رحمة الله. يقول فما كان مني إلا أن طلبت من صاحب المكتبة أن أستأجر هذا الكتاب، وفعلا استأجرته. يقول ثم شرعت في نسخه، ما عندي اشتري، أنسخه. يقول ثم عندما تجاوزت، هو عنده شيء من العلم يعني، لأنه كما قلنا كان يتفقه على أبيه، يقول بدأت أكتب بعض الملاحظات عندي في نسختي، وأتيت بريشة كبيرة عريضة والشيخ من أجمل الناس خطوطا، خطه جميل. يقول فكتبت الكتاب بالريشة الكبيرة، ثم أخذت ريشة أخرى، والكبيرة كانت تسمى الريشة العربية، وهناك ريشة عندهم في دمشق صغيرة يعني الحرف الخط مالها رفيع ضعيف نحيف تسمى بالريشة الفرنسية. يقول جعلت الريشة الفرنسية للتعليق وللحاشية التي أردتها أن أعلقها على هذا الكتاب. يقول فعلا عندما بلغت المجلد الثاني بدأت أكتب هذه الملاحظات، ثم ندمت، قلت لم أسر على هذا المنهج من المجلد الأول. يقول ثم أعدت الكتاب من المجلد الأول حتى أبدأ التعليقات من جديد، وفعلا يقول أتميت هذا الكتاب، نسخته بالخط هذا السميك والحاشية بالخط الرفيع. والشيخ يقول إلى الآن أحتفظ بهذه النسخة، طبعا قام بإرجاع النسخة التي استأجرها من هذه المكتبة. هنا بدأ تحول الشيخ إلى علم الحديث وحبب إليه هذا العلم العظيم. بدأ الشيخ رحمه الله يطلع ويقرأ أكثر وأكثر، وبدأ يسلك نهج أهل السنة والجماعة في تعظيم الدليل والتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن التعصب المذهبي. فهنا بدأ التصادم وبدأت المشاكل مع والده. أولى هذه المشاكل، الشيخ قرأ الأحاديث الواردة في عدم الصلاة إلى القبور، في صحيح مسلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم إلى القبور، والنهي يقتضي الفساد، لا يجوز للمسلم أن يصلي إلى قبر أو في مسجد فيه قبر. يقول وكان في المسجد الأموي أو في مسجد آخر فيه قبر، يقول فكنت أمتنع. وهذا حقيقة مما يميز الشيخ الألباني رحمه الله، وحيد زمانه وحسنة أيامه في هذا الزمان عليه رحمة الله، مما يميزه وقوفه مع الدليل كتاب سنة، تعظيمه للسنة والدليل، ثالثا فإذا عزيزة التطبيق، يطبق ولو خالف الدنيا، يطبق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. لذلك قرأ طبق، ما أصلي في مسجد في قبر. تغاضى والده. جاءت مشكلة أخرى، طبعا هنا ألف كتابه وهو لا يزال قد ناهز 20 من عمره، كتابه عظيم، له رسالة تحذير الساجد من الصلاة من المساجد، نعم، من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. جاءت المسألة الثانية، وهي أن مذهب الشيخ المبني على الأدلة التي وقف عليها أنه لا يشرع للمسلمين أن يقيموا جماعة ثانية في المسجد، وهذه مسألة خلافية محل خلاف عند أهل العلم. يعني المساجد الراتب مثل مسجدنا هذا الآن فيه إمام راتب، لو جاء الإنسان وقد فاتته الجماعة، الشيخ يرى
وهذا قول أيضا للعلماء السابقين، أنهم لو أتت جماعة أخرى لا يجوز لهم أن يصلون جماعة بل يصلون فرادا. ساق في ذلك آثارا عن السلف. المهم هذا يعني كان يتبناه الشيخ رحمه الله، فيقول في مسجد التوبة القريب من بيتهم كان فيه جماعتان رسمي من الحكومة، جماعتان، جماعة بإمام شافعي وجماعة بإمام حنفي. انظر سبحان الله للتعصب كيف يؤدي بالأمة. وصدر الحاكم آنذاك وكان شافعي المذهب، صدر قرارا التزمت به جميع مساجد دمشق بأن الجماعة الأولى تكون الشافعية، ثم بعد ذلك تصلي الجماعة الحنفية. كان إمام المسجد الذي درس عليه الشيخ لفترة وكان صديقا لوالده وهو الشيخ سعيد البرهاني كان حنفي المذهب. طيب، فماذا كان من الشيخ؟ أنه يعتقد أنه لا يجوز أن تعقد جماعة ثانية، والجماعة الثانية الجماعة الحنفية، فكان يصلي مع الشافعية، يخرج بعد الأذان مبكرا ويصلي مع الشافعية، ثم إذا خرج والده سأله إذا به قد صلى. فوقع شيء من التصادم وشيء من النفرة، ولكن أيضا كما نقول بالعامية مشاها والده، ما يخالف، على مضض. إلى أن جاء يوم من الأيام الشيخ سعيد البرهاني الإمام الحنفي اعتذر، فكان إذا اعتذر في لمشاغله ينيب والد الشيخ ناصر أن يؤم الناس، وكانت هذه ماشي عادة يعني. إلى أن جاء يوم من الأيام سافر، لم يكن الشيخ سعيد موجود، وكان نائبه والد الشيخ ناصر الدين الألباني، وأيضا عرض لوالده عارض فأراد أن يعتذر من الإمامة، فأراد أن يكلف الشيخ ناصر أن يؤم الناس، فقال الشيخ لا، لأنني سأصلي في الجماعة الثانية وأنت تعرف رأيي في هذا الموضوع يا والدي. حاول ما استطاع أن يقنع الشيخ، وكان صعبا إذا اقتنع في أمر معين، من الصعب جدا، ولا أحب أن أقول من المستحيل، من الصعب جدا، لأنه لا يتبنى رأيا إلا بعد تمحيص ودراسة مستفيضة. بل كان من عادته أنه إذا طلب منه التدريس، وكان يدرس في دمشق، وأيضا عندما اشتهر وذاع صيته أيضا كان طلبة العلم المحبين للسنة وتعظيم نهج السلف كانوا يدعونه إلى عمان في الزرقاء وغيرها لإلقاء الدروس، فكان يذهب إليهم يعني كل شهرين مرة تقريبا. فكان من عادته أنه لا يجلس في مجلس علم إلا بعد أن يتحقق من صحة الأحاديث بنفسه، ما يقبل أن نقل عن الآخرين هو بنفسه. اليوم مثلا بلوغ المرام يشرح 10 أحاديث ما يجلس حتى بنفسه يبحث في أساندها وتخريجها وجمع طرقها. لذلك إذا تبنى رأيا حق له أن يكون صلبا فيه، ليس بمقلد، يقف على يحرر المسألة بنفسه. لذلك امتنع أن يقبل رأي والده، فبدأت المشاكل تزيد، وقال له والده ما تريد بصناعة الحديث؟ صناعة الحديث صناعة المفاليس، هذه كلمة عندهم يقولون على من يهتم بالحديث. فقال له والده في نقطة فاصلة، قال له إما الموافقة أو المفارقة، إما أن توافقني على ما أنا فيه ونقدم المذهب على كل شيء والصواب ما قاله مذهب الأحناف وما عداه باطل، وإن كان هذا مخالفا، طبعا هذا يعني يلزم من كلامه، وإن كان هذا يخالف ظاهر الأحاديث والسنة، إما أن توافق وإما أن تفارق. فقال له الشيخ أمهني ثلاثا، فأمهله ثلاثا 3 أيام حتى يفكر، فبعدها قال المفارقة، فأعطاه بضعة ليرات سورية، ما يبقى يعني عاطفة الأبوة، أعطاه وأخذ الشيخ لملم بعض متاعه
وخرج من بيت والده حتى يكون بعيدا وألا يزعج والده. حتى سئل سأله أحد الفضلاء قال له يا شيخ ألا يعتبر هذا من العقوق؟ قال أبدا لا يعد هذا من العقوق. قال إذا يعد من العقوق إذا خالف الإنسان ما يريده والداه وكان والداه يعني لم يخالف نصا شرعيا فكيف وإذا كان هذا الوالد يعني يصادم النصوص الشرعية من كتاب والسنة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا تحسن العشرة لهما تبرهما وإن كانا كافرين وإن كانا مشركين ولكن لا تطعهما على ما هم فيه من الكفر لأنه لا طاعة لمعصية الخالق. فالشيخ قال سأبتعد حتى أريحك مني يا والدي لأنني لا أستطيع أن أخالف أمر ربي ونقع في هذه المخالفات الشرعية التي ربما أنت تعذر لأنك تجهلها ولم تقف عليها بينما أنا لا أعذر لأن أقيمت علي الحجة بأنني عرفت هذه الأمور. تركه الشيخ وخرج. قبل أن يترك والده من الله عليه تبارك وتعالى بأنه أصبح يعني ماهرا في صناعة الساعات فاستطاع أن يفتح دكانا قريبا من دكان والده. اسم الدكان الألباني للساعات لتصليح الساعات. وكما قلت لكم كان ماهرا يعني صادقا ناصحا لعباد الله عز وجل فيعني اشتهر صيته وأمانته فكان الناس يأتون إليه من بعيد وربما أحدهم يأتي إلى الشيخ في دكانه لأن الشيخ يعمل لساعات قليلة فقط ليتفرغ للحديث والعلم. فربما أحد الناس من الدمشقيين يأتي إليه من بعيد ويتكلف لإصلاح ساعته فيأتي وإذا بالدكان مغلق ما يذهب إلى غيره ينتظر ويأتي الشيخ من الغد لعلمهم ولثقتهم به عليه رحمة الله. ويعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قرى سمحا إذا اقتضى. فكان في هذا الدكان الذي استأجره بهذه الدريهمات اليسيرة وكان قد أسس نواتا من الشباب الذين يحبون طلب العلم على نهج السلف وعلى نهج الكتاب والسنة أسسهم يعني كانوا معدودين لكنهم بدأوا يكبرون شيئا فشيئا فكانوا حقيقة خير عون للشيخ عندما يعني خرج ولا أقول طرد عندما خرج من بيت والده لم يكن معه شيء أبدا سوى بعض الليرات السورية اليسيرة. الدكان يحتاج إلى إيجار المسكن يحتاج إلى إيجار فسبحان الله كانوا له خير معين بعد الله سبحانه وتعالى. فتح الله تبارك وتعالى عليه حتى استطاع أن يشتري دكانا وبيتا. اشترى دكانا وأرضا متواضعة وبنى عليها داره بل من الله عليه وتزوج الزوجة الأولى ويعني لوجود الجفاء بينه وبين والده لم يذهب والده إلى هذا الزواج ولم يأتي بعض هذا الزواج للجفوة التي وقعت بينهما عليهما رحمة الله. كان الشيخ في يعني دكانه كان يفتح لي ساعة أو ساعتين فقط يعني من الصباح بعد صلاة الفجر يفتح تقريبا ساعة أو ساعتين أو أقل إلى الساعة الثامنة عندما تفتح المكتبة الظاهرية. وهذه المكتبة الظاهرية بدمشق تعد كنزا من الكنوز فيها من الكتب والمخطوطات الذي لا يخطر على البال. فكان الشيخ لأنه كان فقيرا ما يستطيع أن يشتري الكتب فيذهب إلى هذه المكتبة العامة ويتردد عليها بشكل يومي وبساعات متواصلة حتى كأنه أصبح موظفا من موظفيها بل بعد ذلك إلى هذه الدرجة خصصت له غرفة خاصة في هذه المكتبة. وهذا يعني أشبه ما يكون بالمستحيل أن تخصص له غرفة خاصة له نظرا لأنه يعني أزعج الموظفين
خلاص الموظفون في المكتبة لا شغل لهم إلا الألباني. يا فلان أنزل المخطوط كذا، ارفع المخطوط كذا، فابتلشوا معه، ابتلشوا معه. قال لا خلاص نجعلك في غرفة، كانت غرفة أشبه المخزن، يعني أزيلت الأمور فيها ورتبت له، وقيل له يبقى أغلب المخطوطات تحتاجها اجعلها معك حتى لا تشغلنا ولا تدوخنا ونتفرغ لبقية البشر. بل كان إذا جلس في هذه الطاولة، طاولات الموجودة في المكتبة، هذه المكتبة الظهرية العامة، الطاولة مخصصة لأربعة أشخاص، اثنان من كل جهة. فنظرا لأن علم الحديث يحتاج إلى مجلدات، وأن يكون الباحث غارقا أو غاطسا بينها، فكان الشيخ ينفرد بطاولة لوحده، لأنه يفرد المجلدات فتضايق الطلاب، لأن المكتبة تكتظ، يقول الشيخ، لا سيما في فترة الاختبارات والامتحانات، يأتي إليها الطالبة من جامعة دمشق وغيرها ليأخذوا المخطوطات ويستفيدوا، فيتضايقون. فلذلك جعلوا له مكتب، يعني غرفة لوحده. حتى سئل الشيخ رحمه الله: ما السبب؟ كيف استطعت أن تحصل هذه الغرفة من المكتبة الظاهرية؟ يقول الشيخ، يقول أنا لا أذكر سببا واضحا، لكن يقول في هو احتمال من احتمالين. الاحتمال الأول ما ذكرته لكم، أن تكون المكتبة وإدارة المكتبة تعبوا منه فخصصوا له غرفة. الاحتمال الثاني يقول الشيخ: طلبتني جامعة دمشق، كلية الشريعة في جامعة دمشق، وأرادوا أن يقيموا أو أن يعني يحققوا أو أن يخرجوا مشروعا في السنة النبوية، تحقيق لبعض الأحاديث. يقول: ولم تكن همة الدكاترة عندهم بحيث تؤهلهم أن يبحثوا وأن يحققوا، وسمعوا بالألباني فجاءوا إلي وجلس وطلبوني، وجلست معهم وطلبوا مني أن أحقق لهم مجموعة من الكتب، فوافقتهم وقلت لهم أعطيكم في كل يوم 4 ساعات من وقتي، 4 ساعات لكم والباقي لي، لكن بشرط أن تتيحوا لي المكتبة الظاهرية أي ساعة أردتها من ليل أو نهار. فأتت إدارة الجامعة وجلست مع إدارة المكتبة الظاهرية، وفعلا تحقق هذا الأمر. قالوا له: هذا حارس المكتبة، حتى لو أتيت والموظفون قد خرجوا، الحارس له الإذن بأن إذا جاءه الألباني أن يدخله أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدخل في هذه المكتبة العظيمة. قصة له وقعت، ويسميها الشيخ بقصة الورقة الضائعة. تعب الشيخ رحمه الله، وهو طبعا لا يزال الآن في العشرينات من عمره، تعب الشيخ من كثرة القراءة، يشعر بهذه تسمى الذبابة، التي إذا نظر الإنسان يشعر كأن نقطة سوداء تتحرك في عينه. فذهب إلى الطبيب فقال له: هذه تسمى بالذبابة، أنت وهي عبارة عن بعض العروق في العين، نظرا للإجهاد والتعب فيخرج منها قطرات دم يسيرة تتجلط فتسبب لك هذه النقط السود التي تراها، وهذا كله من الإجهاد فتحتاج إلى الراحة. فيقول الشيخ: فأنا عدت إلى دكاني وأنا حزين أنني لا أستطيع القراءة ولا يعني النظر والمطالعة، فأرحت نفسي لأسبوع أو أسبوعين، ثم بعد ذلك طالت المدة علي وزاد اشتياقي إلى المطالعة والكتب، فقلت في نفسي: هناك مخطوط لابن أبي الدنيا عليه رحمة الله، رآه الشيخ في المكتبة الظاهرية، فقلت في نفسي: لماذا لا أذهب إلى الناسخ في المكتبة وأكلفه أن ينسخ لي هذا المخطوط ريثما تنقضي هذه المدة، حتى يعني أكسب وقت عشان بعد أسبوعين أكون ارتحت ونسخ المخطوط. يقول: فعلا ذهبت إليه وأمرته أو طلبت منه نسخ المخطوط، فعلا بدأ وشرع في نسخ المخطوط. بعد فترة جاءني هذا الرجل وقال لي: يا شيخ، هناك ورقة ساقطة من هذا المخطوط، ناقصة، لأن المخطوطات كيف ما ليست كهذا الكتاب مطابع وكبس وتجليد، لا، يخاط، يؤتى على طرة الكتاب ثم تخاط
ويعني توضع. طبعا هذه الطريقة البدائية عرضة سقوط الأوراق وضياعها. فيقول: ذهبت إليه مسرعا بحثت وفعلا المخطوط فيه ورقة ناقصة. طبعا الورقة من المخطوط ربما تعادل 10 صفحات من الكتاب العادي، لأن قد يكتب المخطوط بخط صغير جدا. يقول: قلت له أكمل أنت النسخ وسأبحث عن هذه الورقة الضائعة. المكتبة الظاهرية تحتوي على 500 كتاب أو 500 مخطوط. فيقول: حتى أختصر عليكم الكلام، لكي أبحث عن هذه الورقة الضائعة قرأت ومررت على 500 كتاب. شوفوا الهمة والجلد عند هذا الرجل. ليس هذا فقط، بل استطاع بهذا المرور على المكتبة الظاهرية أن يصنف لنفسه فهرسا بجميع الكتب. يعني هو يقول الشيخ، يقول: صحيح أنني بعد هذا العناء وهذا البحث المضني لم أجد الورقة الضائعة، لكنني خرجت بكنوز، هكذا لفظه، يقول بكنوز نادرة. وصنف فهرسا له، ثم أصبح هذا الفهرس هو المرجع له، أو لتقل هو الموجه للشيخ في إخراج الكنوز التي أخرجها، السلسلة الصحيحة والضعيفة، مجلد كثيرة، والرسالة العظيمة أخرجها، والتحقيقات كانت انطلاقا من هذه النواة، نواة الفهرس التي كان سببها البحث عن الورقة الضائعة. أختم لكم وأختصر. نشأ الشيخ وفتح الله عليه، ثم بعد ذلك جاءه الخطاب من المملكة العربية السعودية أن يذهب إلى الجامعة الإسلامية. اشتهر صيته وظهر علمه وطار الناس بكتبه ورسائل كل مطار، فوصلت إلى الديار السعودية، وكان آنذاك المفتي العام هو سماحة الشيخ محمد إبراهيم الشيخ، شيخ الشيخ بن باز. كتب كتابا إلى الشيخ الألباني يطلبه ويدعوه أن يشارك في التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. وفعلا بعدما استشار الشيخ المحبين واستخار الله عز وجل توجه للجامعة الإسلامية. وكانت الجامعة الإسلامية لتوها قد فتحت، فشارك الشيخ فيها واستمتع استمتاعا عظيما، وأعجب بالأجواء العلمية هناك، وأن الأجواء وأن التيار على ما يحب داعم للكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، هذا الذي يريده. وكان الشيخ في فترته في الدراسة في التدريس في الجامعة الإسلامية ممكن أن نسميه بالظاهرة الألبانية، كان ظاهرة ألبانية فعلا مميزا، كان له أسلوب فريد مع طلبته. إذا دخل المحاضرة وانتهى، انتهى وقت المحاضرة، غالب الأساتذة إن لم يكن كلهم يذهبون إلى الغرفة المخصصة لهم ليرتاحوا، يشربون الشاي، يتجذبون الحديث. الشيخ لا، إذا خرج يجلس في العراء في ساحة الجامعة على الأرض، ويجلس معه طلبته الذين كانوا في الفصل. ليس هذا فقط، بل يأتيه الطلبة من بقية الفصول ويجلسون معه لدماثة خلقه، ويبدأون يعني يتجاذبون الحديث والأسئلة، ويعطيهم التوجيهات. وحتى يقول الشيخ: تجد في قدومي للجامعة، خروجي من الجامعة، لا أرد أحدا ممن يركب معي السيارة من الطلبة. وأصبحت يعني القضية الاهتمام بالتصحيح والتضعيف، ويعني سؤال الطلبة للمشايخ وللدكاترة: يا شيخ يا دكتور، هل هذا صحيح الحديث أو ضعيف؟ بدأ هذا الأمر ينتشر بفضل الله أولا ثم بفضل الألباني. يقول سبحان الله، يعني حتى بعد أن قضى السنة الثانية أو الثالثة وعاد إلى دمشق لإجازته ثم ليعود مرة أخرى، حصل بينه وبين بعض المشايخ هناك شيء من النفرة، الأمر الذي أدى أن يكتب إلى المفتي العام أو إلى الملك آنذاك بعدم تجديد عقد الشيخ ناصر الألباني. يقول فعلا جاءنا الخطاب
من الشيخ بن باز رحمه الله، وهو يثني ثناء عظيما على الشيخ بن باز، وكذلك الشيخ بن باز يثني عليه ثناء عظيما بأنه أراه هذا الخطاب الذي جاء به، وأوصاه الشيخ خيرا، وأوصاه بأنه هذا الأمر لا يعني نهاية المطاف، وعليك أن تبذل العلم أيها الألباني أينما حللت، وهذه وصايا أهل العلم تواصون بها إلى يومنا هذا. وفعلا عاد الشيخ مرة أخرى إلى دمشق، جلس في دمشق لفترة، ثم قبيل قيام الثورة التي قام بها حزب البعث في سوريا وتولى الحكم، عزم الشيخ أن يترك سوريا وأن يذهب إلى الأردن، وفعلا ذهب إلى الأردن واشترى أرضا وبنى بيتا، طبعا كل هذا الأمر بتصريح من الحكومة الأردنية، ثم بعدما تهيأ المقام له في الأردن انتقل وهاجر إلى الأردن وجلس في الأردن وأخذ يقيم الدروس. وكانت نيته يعني لم الشيخ عندما انتقل من دمشق إلى الأردن ليس ذلك بضغط من الحكومة الجديدة حزب البعث، لا، هو أراد كما يقول عن نفسه أراد أن يفر من الناس، لأن الشيخ قد رفع عن نفسه شعارا أنه يقرب السنة النبوية إلى الأمة، له مشاريع كثيرة في تصحيح الكتب وإخراجها، وخطة مستقبلية في ذهنه، فيحتاج إلى تفرغ تام، لكنه في دمشق يأتيه المحبون والطلبة ويشغل، فأراد أن ينتقل لهذا السبب الرئيسي، انتقل ومكث في الأردن، وجاءه أيضا الطلبة في الأردن وقام لهم بعض الدروس كل يوم خميس في الحديث وغير ذلك. ثم تفاجأ بعد مرور بضعة أشهر وهو قد استقر في الأردن، جاءه رجلان من المخابرات من الأردن وأخذاه وحققا معه، ثم رحلاه ترحيلا إجباريا إلى سوريا. وكان الشيخ يعني يطالبهم يعارضهم، أبى أن يركب السيارة ولكنهم أصروا عليه طبعا، وقال يعني بأي جريرة، أنا أتيت بدخول رسمي واشتريت أرض بشكل رسمي وبناء بشكل كلها تصاريح، وليس لي أي علاقة مع الأحزاب السياسية، تخرج. فعلا رحل إلى سوريا وأقام في سوريا إقامة إجبارية، ثم بعد ذلك في سوريا سجن لفترة يسيرة، أو قبل أن يسجن عندما ذهب إلى سوريا أيضا استدعته المخابرات السورية، لأن عندما يعني أوصلوه المخابرات الأردنية إلى الحدود مع سوريا، ثم سلم إلى المخابرات السورية، فكتبوا ورقة له عليه أن يراجع مبنى المخابرات بعد 3 أيام. يقول الشيخ ذهبت إلى بيتي في سوريا وبيت أقربائي، جلست أتناقش معهم ماذا أفعل، أذهب لا أذهب؟ فيقول بعد يومين من المشاورات والتردد اتخذت قرارا وبدعم من المحبين أن لا أذهب إلى لقاء المخابرات. قال لأنك لا تدري ما الذي يقع لك، فما كان منه إلا أن خرج في اليوم الثالث من سوريا وذهب إلى بيروت. نزل في بيروت على أحد المحبين له، ما ذكر الشيخ اسمه، وأكرم الشيخ وأعز الشيخ وأنزله منزلته، ومكث معه فترة من الزمن لبضعة أشهر، ثم سمع به المحبين أو سمع به المحبون في دول الخليج بأن الشيخ وقع له ما وقع، فجاءته عدم الممانعة التي قام بها أحد الأخوة جزاه الله خير من محبين السنة في دولة الإمارات بعدم الممانعة بدخول الشيخ، وفعلا ذهب الشيخ للإمارات وجلس هناك وأقام مجالس العلم والتحديث، والتف حوله المحبون لنهج السلف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة زار الكويت هنا في عام 1402 للهجرة، يعني قبل تقريبا 31 سنة أتى إلى الكويت والقى فيها بعض المحاضرات والتقى ببعض المشايخ والدعاة، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى الأردن
بعد أن شفع له بعض المحبين من المقربين للملك حسين آنذاك، وبينوا له أن الألباني ما له علاقة بالجماعات الإسلامية، بالعكس هو له مناظرات مع الجماعات الإسلامية وما يسمى بالإسلام السياسي، يعارض هذه المنابذة لهج السلف، يعارض مصادمة الحكومات إلى ذلك. وأحضروا لجلالة الملك الكتب والمؤلفات، قال هذا الألباني، هذا ميراث، هذه دعوة الألباني. فكان هذا الأمر له أثر أن يأتي الشيخ إلى الأردن. طبعا قبل مجيء هذا الأخير وقع له في سوريا أنه حبس مرة، ثم أيضا يعني قبل هذه الأحداث حبس مرة في سوريا، أيضا حبس للمرة الثانية في سوريا عندما أيضا جلبت المخابرات وسألته، لأنه أخذ عشوائي، وهذا تاريخيا مثبت أن يعني قامت حملة المداهمات عشوائية، كل شيخ كل من ينتسب للدين أخذ، نظرا لأنهم خافوا أن يعني هؤلاء يشكلون خلايا وما شبه هذه الأمور. فحقق مع الشيخ وسئل سؤالا كما قال هو عن التحقيق، ما تقول في هذه الحكومة، هل توافقها؟ قال لا. قالوا لماذا؟ قال لا تحكم بما أنزل الله وتحكم القوانين الوضعية. ثم بعد ذلك رحل، وقبل أن يرحل جاءه أحد الأصدقاء أرناؤوطي فعرف الشيخ، قال إلى أين؟ قال سأرحل إلى سجن القلعة التي مات فيها ابن تيمية رحمه الله. فقال لهذا الصديق الأرناؤوطي، قال له أوصيك بأن تذهب إلى ولدي وليأتيني بسرعة قبل أن أرحل الآن بنسخة من صحيح مسلم وبأقلام وممحى محايا وبراية وأوراق الآن قبل أن أرحل. وفعلا أسرع هذا الرجل وأتى ابنه، ويقول الشيخ قد أدركني في اللحظة الأخيرة والسيارة ترجع للخلف لتنطلق، فأوقفها ودخل وعانقني وأعطاني هذه الكتب وما طلبته. يقول فعلا ذهبت، يقول دخلت السجن وجدت كثير من الناس من حزب التحرير والأمور، هؤلاء الذين يعني أصابتهم لوثة التكفير. فيقول جلست معهم ووجدت أحدهم أعرفه، كان من يعني السلفيين أتباع الكتاب والسنة نهج السلف، وكان يتردد علي يقول الشيخ عن دروسي، ولكنه تأثر بمنهج حزب التحرير وانحرف معهم فسجن. يقول الشيخ يعني مكث في السجن، أريد أن أستغل الوقت وعزمت على اختصار صحيح مسلم. يقول لكن للأسف توجد في السجن، وهو فسيح واسع يعني سجن ديلوكس، يقول لكن للأسف في لمبة واحدة وفي أعلى السقف، يعني ما لا تنير، ما الحل؟ يقول هذا الذي أعرفه وكان طالبا عندي وأصبح من التحرير مكث في السجن لسنتين، فطول المكث تخلي فيه محبة بينه وبين مدير السجن، وكان مدير السجن وإن كان بعثيا ولكنه كان يعني فيه شيء من الرحمة أو شيء من الود لهؤلاء المساجين، لأنه يعلم أنهم يعني غالبهم دون جريرة، فكان يلبي لهم بعض الطلبات. فقال الألباني لهذا، قال قل لهذا المدير لصاحبك أنني أريد هذه اللمبة فقط أن يعني تنير أكثر لأستطيع أن أكتب. فقال له المدير السجن، قال إحنا ما عندنا مشكلة لكن هو يدفع. قال ما عندي مشكلة أنا أدفع. وفعلا جاءوا وجاءوا بربما ببعض الأسلاك أو كذا، فأنزلوا هذه اللمبة والإضاءة وأصبحت قريبة من الشيخ فأنارت له. فيقول فأصبح السجن متعة، وفعلا يقول تذكرت كلمة ابن تيمية أنا سجني خلوة، فمن الله عليه أن اختصر صحيح مسلم في 3 أشهر، ولكنه وللأسف فقدت هذه النسخة التي اختصرها الشيخ. طبعا الموجود المطبوع مختصر مسلم المنذري الذي كلفته به مشكورة وزارة الأوقاف الكويتية،
المنذري وليس الألباني، لكن هو الذي حققه، لكن هو اختصر مسلم كما اختصر البخاري مطبوع في 5 مجلدات. هذه النسخة فقدت، فيقول الشيخ ما لا أذكر هل طلبها مني أحد وما رجعها، هل دفعتها لأحد المطابع، المهم أنها فقدت، ولكن اختصر صحيح مسلم وهو في السجن. فمن الله عليه بعد ذلك أن يخرج، وكما قلت لكم طاف في هذه الدول ثم استقر به المقام في عمان، ويعني نشر الخير وكان محبا للسنة ناصرا لها، له مناقشات ومناظرات ومساجلات يطول الحصر. نختم حقيقة بذكر وفاته عليه رحمة الله، وقد كتب وصية عندما مرض في مرض موته، وهو إلى اللحظة الأخيرة في هذه الحياة وهو شغوف بالعلم، قد اختلط حب الحديث والسنة بشحمه ولحمه، حتى في منامه يتكلم بالحديث، حتى في منامه. يعني روى ابنه عبد اللطيف أحد أبناء الشيخ والذين كانوا يعني قريبين منه، يقول ومن العجائب أنه في النوم كان يقول هاتوا العلل، هاتوا كتاب كذا، هاتوا كتاب كذا، هاتوا الجرح والتعديل. قال ومرة قال أثناء النوم وهو يحرك يده كهيئة الكاتب، كأنه يكتب، قال هاتوا سنن أبي داود تنحل المشكلة، وهو نائم يتكلم بهذه الأمور. حتى قال لي يوم من الأيام، يقول وهو نائم الشيخ في مرض موته، فجأة تكلم فقال لي هات كتاب الترغيب والترهيب المجلد الأول، هو في النوم يتكلم، يعني يقول احنا في اللغة لا يهذري. قال فأتيته فقال افتح، قال عد 1، 2، 3 أحاديث، قال هذه في الطول تقريبا سواء. قلت لا، قلت فيه واحد طويل، قال امشي، هذا في النوم كان يقوله عليه رحمة الله. ثم قال له في آخره قال أعد الكتاب إلى مكانه، إلى غير ذلك من الأمور التي وقعت له. كتب في وصيته قبل موته قال أوصي زوجتي وأولادي وأصدقائي وكل محب لي إذا بلغه وفاتي أن يدعو لي بالمغفرة والرحمة، فنسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. قال وألا يبكوا علي نياحة وبصوت مرفوع، وثانيا أن يعجلوا بدفني، هذه السنة، كان حريصا على تطبيق السنة في حياتي وبعد وفاتي. قال أن يعجلوا بدفني ولا يخبروا من أقاربي وإخواني إلا بقدر ما يحصل بهم واجب تجهيزي. قال وأن يتولى غسلي عزة خضر أبو عبد الله جاري وصديقي المخلص، أوصى أن يغسله فلان، ومن يختاره هو لإعانتي على ذلك. ثالثا اختيار الدفن في أقرب مكان لكي لا يضطر من يحمل جنازتي إلى وضعها في سيارة، كان الشيخ يرى أن هذا من البدع، فقال احرصوا أن تدفنوني في مقبرة قريبة حتى أحمل على الأكتاف، وبالتالي يركب المشيعون سياراتهم، ويكون القبر في مقبرة قديمة يغلب على الظن أنها سوف لا تنبش. شوف تأمل الوصية الآن، أقارن بين وصيته وما تمناه وبين الواقع الذي وقع له. ثم قال وعلى من كان في البلد الذي أموت فيه ألا يخبر من كان خارجها من أولادي فضلا عن غيرهم إلا بعد تشييعي حتى لا تتغلب العواطف وتعمل عملها، فيكون ذلك سببا لتأخير جنازتي. من السنة لا تؤخر الجنازة، أن يعجل بها. فيقول الشيخ إذا دفنت في أي مكان، إذا مت في أي مكان لا تخبر الأقارب خارج البلد، وحتى لا أضطر أن تبقى جنازتي حتى يأتوا من سفرهم، لا عجلوا بدفني حسب السنة. قال سائلا المولى أن ألقاه وقد غفر لي ذنوبي ما قدمت وما أخرت. ثم قال وأوصي بمكتبتي كلها سواء ما كان منها مطبوعا أو تصويرا أو مخطوطا بخطي أو بخط غيري لمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، لأن فيها ذكريات حسنة،
في الدعوة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يوم كنت مدرسا فيها، راجيا من الله تعالى أن ينفع بها روادها كما نفع بها صاحبها يومئذ، نعم راجيا أن ينفع، راجيا الله تعالى أن ينفع بها روادها كما نفع بصاحبها يومئذ طلابها، وأن ينفعني بهم وبإخلاصي ودعواتهم. ثم قال قوله سبحانه وتعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكتبه الفقير إلى رحمة ربه محمد ناصر الدين الألباني في 27 من جماد الأولى لعام 1410 من الهجرة. عندما توفي الشيخ بعدما كان يعاني مع المرض، بجانب بيته مقبرة، هذه المقبرة مغلقة، يعني الدولة عزمت على تسويتها، مقبرة قديمة، على تسويتها خلاص، ولن يدفن فيها أحد على حسب القرار الصادر. يقول الشيخ علي الحسن الحلبي وهو من طلبة الشيخ الألباني، يقول: ولقد نفذ طلبته كما أوصى، فكانت وفاته قبيل المغرب والصلاة عليه بعد العشاء. شوف فترة قصيرة جدا كما رأى الشيخ، يعني يعجلون في جنازته. قال: وبين هذا وذاك أقل من 3 ساعات في تغسيله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه. قال: واجتمع ساعة دفنه من حضر من إخوانه وأبنائه وتلامذته وأحبابه وأصحابه وأقربائه مما قدر 5000 نفس أو يزيد. قال: وصلي عليه تطبيقا للسنة في خلاء من الأرض، وحمل نعشه على الأكتاف إلى أقرب مقبرة إلى بيته، وهي مقبرة أهلية خاصة مغلقة، يسر الله تبارك وتعالى وحده دفنه فيها، ودفن لحدا على وفق السنة، فكان عمره كله سنة حياته ومماته. ولذلك يقول الشيخ محمد إبراهيم شقرة وهو أيضا من الذين تتلمذوا عليه، قال: المقبرة التي دفن فيها الشيخ رحمه الله مقبرة مغلقة منع الدفن فيها، أو كانت البلدية تفكر في إزالتها، فحضر وكيل أمين العاصمة وشهد الدفن وأمر بأن يدفن الشيخ في المقبرة نفسها رغم أنها مغلقة، ثم أمروا بأن يقام سور حولها ولا يكون هناك دفن بعد الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ إبراهيم أو محمد إبراهيم شقرة، قال: فربما يكون هذا آخر من دفن في هذه المقبرة، ولعل الله عز وجل حفظ بوجوده فيها الأموات الذين سبقوه أن تنبش قبورهم، المقبرة كانت مفتوحة. قال: فهذه كرامة أيضا نالت المقبرة من دفنه بجوارهم عليه رحمة الله. إذن توفي عليه رحمة الله رحمة واسعة في يوم السبت 22 من شهر جمادى الآخرة لعام 2400 للهجرة، يعني قبل 11 سنة من الآن تقريبا، والموافق من أكتوبر لعام 1999 من الميلاد، بعد العصر قبيل الغروب، عن عمر يناهز 88 عاما في مدينة عمان عاصمة الأردن عليه رحمة الله، بعد أن قضى حياته في طلب الحديث ونشره ونشر السنة، فكان حقا هو إمام زمانه وحسنة أيامه، وكان مجددا للحديث والسنة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يجمعنا وإياه سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى. بهذا نكون أيها الأحباب الكرام قد انتهينا بفضل الله عز وجل من ذكر ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في هذا الشهر الكريم، ووقفنا على تراجمه من كلام العلماء ومن سيرهم العطرة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في سلكهم، في المرء مع من أحب، وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. وإن شاء الله تعالى إذا كان يوم غد من رمضان ربما أطرق سيرة أخرى، أو نتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالعيد والفوائد المستفادة من رمضان. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.